كلنا بنحب الكنافة، وتعتبر من الحلويات اللي دايماً مقترنة بالشهر الكريم. لكن يا ترى حد يعرف إيه حكاية الكنافة وإزاي اتعملت وإيه سر الكنافة؟ ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة من حكاوي رمضان. حكاية الكنافة بتبدأ من زمان قوي، أو تحديداً من أيام الخليفة معاوية أبي سفيان خليفة المسلمين. معاوية كان بيشعر بجوع شديد جداً جداً في رمضان، والموضوع ده كان مسبب له مشكلة. فترة الصيام فترة طويلة، وبيبقى محتاج ان هو يركز فيها، وعنده يعني ما بقى يخص امور المسلمين وما يخص المهام اللي عليه ومسؤولياته كتير، وكان احساسه بالجوع بيخليه مرهق مش عارف يفكر. لف على اطباء كتير جدا، عدد مهول، علشان يشوفوا له حل في موضوع الجوع. كل واحد كان يقول له نصيحة مختلفة، لكن في الحقيقة كل النصايح لم تنجح مع معاوية في التقليل من جوعه. لحد في يوم من الأيام جاله واحد طاهي ومعاه أكلة، وقال له الأكلة دي أنت تتناولها في السحور هتحس بشبع طول اليوم وهتديك طاقة جديدة جدا. هذا الشخص كان اسمه سليمان، وقدم له أكلة أطلقت عليها فيما بعد الكنافة. وبالفعل أكلها معاوية من هنا حس بنوع من الشبع، وبقى شهر رمضان يمر عليه خفيف خفيف زي ما بيقولوا، ما يبقاش قاعد تعبان طول اليوم من شدة الجوع. عرفت الكنافة وقتها باسم كنافة معاوية، وفضل هذا الاسم ملتصق بيها لسنوات طوال. لكن مع مرور المدة الطويلة ومرور العام بعد العام بعد العام، اتشال بقى أو اتنسى اسم معاوية، وظلت الكنافة مقترنة بالشهر الكريم إلى يومنا هذا. وما ينفعش رمضان يجي من غير ما ناكل كنافة. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة من حكاوي رمضانية. أتمنى أن تكون الحكاية نالت أعجابكم. أشوفكم في حكاية جديدة وحلقة جديدة وحكاوي رمضانية.